استعدادا لعيد الفطر المبارك، أنهت الهيئة القومية للأنفاق الاستعدادات الخاصة داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة وقطارات LRT، حيث تحرص وزارة النقل على إتاحة المترو لفترات أطول خلال أجازة عيد الفطر المبارك لتناسب جمهور الركاب. استعدادات تشغيل مترو الانفاق، ان احنا عندنا معالي الوزير وزير النقل معالي الفريق كامل الوزير اصدر تعليمات باستمرار ساعه تشغيل الزياده اللي احنا زودناها من اول يوم رمضان، هننتهي منها ان شاء الله في نهايه عيد الفطر المبارك. يعني المترو هينتهي اخر قطاعات، احنا بنبدا الساعه 5 وربع صباحا، هننتهي حوالي الساعه 12 ونص صباحا. طبعا تم التنسيق مع شرطه النقل والمواصلات، وتم التنسيق مع شرطه مترو الانفاق بوجود اكمنه ثابته داخل المحطات واكمنه متحركه داخل القطارات ومتابعه الحاله الامنيه داخل المحطات. سيتم الدفع بجميع فرق الطوارئ بالمحطات المختلفه لمواجهه اي اعطال مفاجئه قد تحدث وازالتها على الفور، ويشمل جدول التشغيل عدد رحلات تقدر ب 964 رحله يوميه. تم اعداد جداول تشغيل قطارات المترو في الخط الاول والثاني، عندنا حوالي 1000 و1000 رحله في اليوم خلال عيد الفطر المبارك ان شاء الله في الخط الاول والخط الثاني. طبعا تم نشر فرق الطوارئ وفرق الصيانه على الخطوط الخط الاول والثاني لمتابعه اي حال اي عطل او اي حاله تحصل في المترو يتم اصلاحها على الفور. في خط ساخن يعمل 24 ساعه لمتابعه اي شكوى، اي استفسار، اي مقترح، اي اقتراح، رقمه 16048. يستمر العمل بالمواعيد المعلنه حتى يوم الاحد القادم بعد عيد الفطر، على ان يعود مترو الانفاق للعمل بالمواعيد الطبيعيه يوم الاثنين الموافق 15 من ابريل. استعدادات كامله من قبل هيئه مترو الانفاق على مدار ايام عيد الفطر المبارك من خلال تقليل ساعات التقاطر والدفع بعدد من قطارات مترو الانفاق لاستيعاب الركاب خلال ايام عيد الفطر المبارك. منذر ابو دوح، النيل الاخبار.